كانوا معكم للخمسة وثلاثة تقانق. أكيد باش نمشيو نحكيو صحة، ودائما الحقيقة نفرحوا هكا كي يبدا مولود جديد انضاف. الوغ اليوم الاثنين وين كان فما افتتاح لمستوصف حفصة إسحاق الهجري بمنطقة بوهلال من معتمدية دقيش من ولاية توزر. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على المشروع، اكيد نرحبوا برشا برشا بالسيد اكيد ماهر مدير مشاريع جمعيه مرحمه للمشاريع الاجتماعيه والخيريه. مرحبا بك سي ماهر. عسلامة وبك أكثر. الله يخليك. الله يخليك. أكيد احنا سيمير راديو سانتي، الوغ يهمنا برشا برشا باش نغطيو يعني من النوعية هذه من الأحداث، وفرحنا برشا برشا اللي مولود جديد أكيد انضاف لمعتمدية دقيش من ولاية توزر. باش نحكيو على المشروع معك أنت بأكثر تفاصيل، تحطنا في الإطار. يعيشك الله يخليك. كما قلت لك سعيد بالاستضافة. دونك والحاجة اللي تفرح أكثر أنه المستوصف هذا هو السادس في تاريخ مرحمة للمشاريع الاجتماعية والخيرية. دونك كان قبله مشاريع أخرى مماثلة في جندوبة وفي مسير وفي جابس، والثاني في توزر زادة كان وفي سيدي بوزيد عملنا مستوصف كيفه. المستوصف هذا هو الاسم نتاعه المركز للصحة الأساسية، اسم حصة إسحاق الهاجري بتمويل كويتي، وكان التدشين اليوم بحضور سعادة سفير دولة الكويت مشكور سيد علي أحمد الظفيري، مرفوقين بأعضاء من الهيئة المديرة على رأس السيد رئيس جمعية سيد مولدي البلطي، وكان التسليم إلى الإدارة الجهوية للصحة بحضور مدير جهوي للصحة وحضور مدير المستشفى الجهوي ومسؤولين محليين وجهويين الجهة. مشروع فرح برشا ناس، كان في ظرف معناها في وقت قياسي في 6 شهور أتممنا مشروع بناء وتجهيز. يتكون المشروع من غرفة تسجيل، يتكون من وحدة طب عام مجهزة، من وحدة علاج عام مجهزة، من وحدة طب أسنان مجهزة بالكرسي وما لازم طب الأسنان كيف مجهزة، وصيدلية وغرفة تعقيم. هذا لمحة عامة على المشروع، وإن شاء الله نزيدوا نبذلوا مجهود أكثر باش نقوموا بمشاريع أخرى مماثلة في عدة مناطق مستحقة للإحاطة الصحية والاجتماعية في ربوع تونس إن شاء الله. إن شاء الله. سي ماهر، قداش كلفة المشروع هذا؟ الكلفة وصلت 730-750 ألف دينار إن شاء الله. ويعني المشروع بناء وتجهيز، تبارك الله، المشروع كما قلنا يعني ممول من دولة الكويت. من دولة الكويت، من متبرعين ربي يبارك فيهم وفي مجهوداتهم اللي نتعاملوا معاهم عنا سنوات، وكل ما استحقينا متبرعين من دولة شقيقة الكويت ولا ما يتجاوبوا معنا ونواصلوا نبداوا مشاريعنا معاهم ونتموها ويحضروا بالتدشين، ويزيد هذا يزيد يخليهم ويحفزهم انهم يزيدوا يمولوا مشاريع اخرى مماثله ان شاء الله. انت ذكرت اللي في 6 شهور يعني تعمل المشروع، يعني هنا نحكيه على 6 شهور غيالمون كل شيء يحضر في 6 شهور، يعني اسكو فما بناء والا فقط تجهيز؟ لا 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 لا، الفونداسيون، العرس، البناء، الديكور، الزينه، الضوء، الكاميرات سيرفيونس، التجهيز، كله في ظرف 6 شهور وعشر ايام. تبارك الله، والله معناها حرص كبير الحقيقه. بالمناسبه هذه نشكر المقاول اذا كان يسمع فيا والسيد نايم النايفر اللي بالرسمي قام مجهود كبير، ساعات تعمل زياره للشونتي تلقى 20 25 خدام اقل شيء معناها. اكيد اللي يعطيهم الصحه الحقيقه، مجهود ظاهر جبار خاصه في وقت قياسي. سي ماهر، يعني سيادتك مدير مشاريع جمعيه مرحمه للمشاريع الاجتماعية والخيرية، لو كيف ما شفنا يعني المشروع هذا في معتمدية دقيش في ولاية توزر، منطقة بوهلال بالضبط، نلقاو مشاريع يعني أخرى اللي يعني تشرف عليها الجمعية في ولايات أو مناطق أخرى من الجمهورية؟ نعم أي لو احنا ديجا مزلنا كده شلنا مدرسة في المهدية في منطقة ولاد عايشة المهدية كيف بناء وتجهيز، اللي أنكور توا عندنا مشروع تسمى الأضخم بالنسبة للمجتمع المدني. هو مشروع في قبلي مركب تنموي متعدد الاختصاصات في منطقة النويل. المشروع فيه مستوصف كيما اللي شفتوه في بوهلال، فيه مركز للتكوين، فيه مبيت للمتكونين تيجيو لمركز التكوين مختلف مناطق قبلي، وفيه جامع، وفيه ملعب كرة قدم، وكلوتيري بسور،
باش يكون هديه لاهلنا في قبلي ان شاء الله. ان شاء الله. هذا قاعده انكور توا في طور البناء. ان شاء الله يا ربي. سي ماهر معناها العديد من المناطق والولايات اللي تشوف عليهم الجمعيه، نجموا نشوفوا ان شاء الله هكا ولايه القيروان ان شاء الله في المشاريع هذه عندكم شكا بروجرام؟ ان شاء الله قاعدين احنا سوقنا بعض المشاريع على ولايه القيروان، قاعدين في الترتيبات الاداريه ان شاء الله في اقرب وقت اذا كان فما حاجه نوركم بها ونستدعاكم في طريق الاشغال. علاش لا ان شاء الله؟ علاش لا؟ ما دام المشاريع معناها في وقت قياسي عندكم احنا مستحقين هذه الحقيقه مشاريع في مدينه القيروان. يعطيك الصحة الحقيقة سي ماهر زهاني اللي كنت معنا ومتيتنا بكل التفاصيل فيما يخص مشروع أو افتتاح مستوصف حفصة إسحاق الهجري بمنطقة بوهلال من معتمدية دقاش من ولاية توزر، وإحنا دائما إن شاء الله كنمتوكم بمختلف المعلومات اللي تهم الصحة. مشكور مرة أخرى سي ماهر مدير مشاريع جمعية مرحمة للمشاريع الاجتماعية والخيرية. إحنا مازلنا متواصلين معكم دائما بالموسيقى يا لابوز توت سويت ورجعنا.